درستها؟ لا يوجد أي معوقات، سواء من بداية أيام العملية الانتخابية، سواء أمس أو اليوم، من حيث الفتح والإغلاق والانتظام في المواعيد. وتم برضو المرور على بعض اللجان الفرعية والتصويت في إحداها في محضر رقم 15 وفقا للقانون، وتلاحظ كثافة مبشرة جدا ووعي انتخابي عظيم للشارع البورسعيدي. طبعا شكرا جزيلا لسيادتك ومتابعين محضرتك، ولو في اي كثافات بنستمر العمل حتى نهايه الاخر ناخب ان شاء الله. شكرا جزيلا لسيادتك. اكيد يا فندم. اكيد شكرا معلم. محمد بيه صيام، سياده المستشار محمد صيام، رئيس لجنه قسم الجناين بالسويس. مساء الخير يا احمد بيه، تحياتي لسيادتك. اللجنه العامه الرابعه ومقرها قسم الجناين يتبعها 10 لجان فرعيه، احداها لجنه وافدين، هي اللجنة 10 مقرها مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي. مجموع الناخبين المدعوين للانتخاب باللجنة العامة 103389، ويجري انتظام التصويت بسلاسة ويسر في جميع اللجان ودون أي معوقات. تمام يا فندم. وفي كثافات عند حضرتك؟ في نسبة كثافات تتراوح ما بين كثافات مستمرة وكثافات بصورة متقطعة في بعض اللجان. طب مع الشكر جزيلا، متابعين مع حضرتك ان شاء الله لغاية نهاية الغلق ان شاء الله. تمام سيادتك، تمام سيادتك، تحياتي. معالي المستشار الحسين الحجاجي، رئيس لجنة التل الكبير. ما دخلش حسين بيه. المستشار وليد بيه عربين، رئيس لجنة قسم راس البر. مستشار محمد بيه صبحي، رئيس لجنة مركز أبو قرقاص المنيا. وليد بيه عربين. بخير يا أحمد بيه، إزي حضرتك؟ أهلا وسهلا يا فندم. طلعنا أنت، أخبار اللجنة عن سيادتك كام؟ تم استئناف العمل بكل اللجان الفرعية، احنا عندنا 64 لجنة فرعية. وعندنا كثافة حضور غير مسبوقة يعني لدى المواطنين في دايرة أبو الرأس. كل رؤساء اللجان الفرعية حريصين على تلبية كافة العقبات أمامهم يعني. تمام يا فندم. لتمكين كل مواطن من الأداء بصوته، لأن الاستحقاق ده يعني فعلا زي ما حضرتك قلت عرس للدولة المصرية يعني. الحمد لله يا فندم. يعني في أي ملاحظات لحضرتك أو في أي رصد أي مخالفات في أي حاجة؟ دوره على أكمل وجه. وكله في دايره اختصاصي. تمام شكرا. ان شاء الله مستمرين لغايه ما اخر مواطن نمكنه من اداء بصوته. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا لسيادتك. تحياتي لسيادتك وعلى الهيئه الوطنيه. ربنا يخليك يا فندم، شكرا. اتفضل. مع المستشار عبد العزيز بيه مراد، رئيس لجنه مركز ديروت. السلام عليكم احمد بيه. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وكل سنه وانت طيب. الدايره 12 مركز ديروت سعادتك، 63 لجنه. العمل يسير سعادتك بانتظام، كثافات كبيرة سعادتك وخصوصا في القرى، واللجان ليس بها أي معوقات، وبيبلغوا سعادتك تحياتهم، إن شاء الله يبقى عرس يعني إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله احنا بنوجه الشكر الجزيل طبعا للمواطنين أو الناخبين في ديروت وفي كل بقاع الجمهورية إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ماشي يا فندم. اتفضل يا فندم. معالي المستشار خالد بيه عبد الغفار، في قسم الكوثر في سوهاج. الصوت يا معالي خالد بيه، الصوت. مساء الخير احمد بيه. ازاي سعادتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين يا فندم. حضرتك طيب. كل سنه وانتم طيبين الله يخليك. هو انا حضرتك اللجنه العامه رقم 5 بالكوثر، صناعيه جديده. تمام حضرتك؟ تمام. فيها لجنتين، لجنة وافدين ولجنة الناس المسكنة هناك. تمام. أنا العملية الانتخابية ماشية بسلاسة، بس أنا عندي مشكلة إنه في ناس من أقصى المحافظة. يعني أنا عندي امتداد المحافظة من طمة للبلينة. تمام. ففي ناس في المنطقة الصناعية من طمة ومن البلينة. تمام. فدول بيقولوا لي احنا صعب ان احنا نروح مركز البلينة او مركز طمة عشان ندلب اصواتنا. ايوه فندم. فقالوا لي المشكلة دي ان احنا عايزين نصوت في لجان الوافدين. انا لما استفسرت قالوا لي لجان هو يا فندم، بس عشان اقول لسيادتك، هو القانون اصله هو اللي حددها وسيادتك استاذنا ان يجب ان يكون خارج موطنه الانتخابي. وغرض ان احنا انشانا لجان وافدين لتمكين اللي خارج موطنه الانتخابي،
والانتخابات على 3 ايام، فهو القانون هو اللي حاكمنا يعني. ولكن انا بشكر حضرتك ان انت يعني متواصل وبتتابع مع الناخبين وتحسهم على المشاركه، وممكن نيسر الامر ان احنا نمكنهم من بالانتقال، نشوف يعني الاجراءات المناسبه ليهم. وانا بشكر حضرتك يعني. ان شاء الله ان شاء الله تكون محل اعتبار يا احمد. المهم يعني سيادتك في اي معوقات ثانيه في العمل؟ لا لا، وفي تمام. تعاون امني يعني طبعا تمام. من الناس المتعاونين ومتجاوبين معانا تمام. لو العمليه ماشيه بسلاسه ويسر يعني تمام. شكرا جزيلا لحضرتك. ان شاء الله ان شاء الله فهمت. الله يخليك يا فندم. اتفضل اتفضل. معالي المستشار محمد دي عباس رئيس لجنه مركز انا. مساء الخير يا احمد بيه، وتحياتي ليك واعضاء الهيئه جميعا، وسعادتك انا في اللجنه العامه 2 رقم 2 مركز هنا، وسعادتك العمل يسير بصوره جيده جدا وفي اقبال وكثافه من امبارح والنهارده، وسعادتك كنا النهارده في جوله لبعض اللجان والامور ماشيه في يعني تمام وكويسه، ما فيش اي مشاكل. انا متابعين مع حضرتك، انت كمان بتمر يا فندم، انا عارف سعادتك بتمر على اللجان وبتيسر العمل وبتساعد. اه يا فندم انا عارف الكثافات اللي كانت موجوده بالفعل، سيادتك قمت بتنظيم الطوابير. لا بالشكر الجزيل لحضرتك وجهد مشكور لكافه الزملاء. بشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا معالي الوزير. شكرا يا فندم. معالي المستشار عبد المنصف باسماعيل رئيس اللجنه العامه بمركز دراو اسوان. مساء الخير احمد بيه وعلى سعادتك وعلى جميع الزملاء. احنا سعادتك رئيس اللجنه العامه في اسوان رقم 4 مركز دراو معاليك، دي 24 لجنه فرعيه ضمنها لجنه للوافدين، عدد المدعوون للانتخاب 94844. قمت والساده الزملاء اعضاء اللجنه بالمرور على جميع اللجان الفرعيه، ولاحظت ان ابناء الصعيد الوطنيين الاوفياء في مركز دراو يعني تطرون ملحمه وطنيه عظيمه، اقبال منقطع النظير على اللجان الانتخابيه. زملائنا في اللجان الفرعيه يقومون بواجبهم خير قيام برغم تباعد المسافات، وبرغم ان بعض اللجان غرب النيل وبيصلون اليها عبر عبارات في النيل، لان الحمد لله فتح اللجان كان في غلق في بعض المواعيد نظرا للكثافه الكثيره. التنظيم الحقيقه يعني لا، اوجه الشكر من خلال سيادتك للاخ الفاضل المحترم الزميل ايهاب خلف الله، الراجل الحقيقه مقدم كل سبل الدعم. هاخد من كلام حضرتك بس الجزئيه اللي هي اللي حضرتك اشرت اليها بالنسبه للكثافات، وانا برضو بحضرتك احنا ننقل بقى احنا اللي احنا شايفينه كمان مش على قد الصعيد بس، طبعا اهل الصعيد فعلا الوطنيه، ولكن كل جمهوريه مصر العربيه فعلا احنا بنشهد كثافات غير مسبوقه من اليوم الاول حتى اليوم الثاني، توقعاتنا برضو الموضوع بيزداد. فانا بشكر حضرتك ان حضرتك بتنقل لنا، وانا بنقل لحضرتك اللي موجود على مستوى الجمهوريه. نعم سعادتك. تمام سعادتك. انا بنقل اللي انا شايفه في ضغط شيء عظيم جدا ان شاء الله، حاجه عظيمه وتنم على الوعي وعلى الوطنيه ان شاء الله، وربنا ان شاء الله خير. وشكر للمعالي. شكرا شكرا جزيلا لسيادتك، ومتابعين مع حضرتك حتى تمام الانتهاء ان شاء الله. معالي المستشار اشرف بيه عيسى رئيس لجنه العامه في الجمال القاهره، ممكن حضرتك علما باخبار اللجان الفرعيه عن السلام عليكم. السلام عليكم. معالي اشرف بيه عيسى. معالي المستشار عبد الحكيم بيه. ايوه. السلام عليكم احمد بيه. ازاي معاليك فندم؟ اتفضل يا فندم. ربنا يبارك فيك. تحياتي لحضرتك رئيس الهيئه الوطنيه والساده الاعضاء كلهم كل الزملاء الافاضل. اتفضل. احنا رئيس اللجنه الثانيه قسم شرطه اسيوط، 18 لجنه انتخابيه عندنا منهم لجنه وافدين. اقبال بسم الله ما شاء الله يستحق ان نطلق عليه بالفعل، عرس مصري جميل. الحمد لله. اخواننا هنا كثافات كبيره بسم الله ما شاء الله منذ اللحظه الاولى من امبارح. انا مريت على كل اللجان انا والزملاء اعضاء اللجنه العامه. بنشد من اجل زمايلنا الموجودين، ومن خلالك بوجه لهم الشكر. بوجه لكل اخواننا قائمين هنا الامن، والاخواننا كل واحد بيساهم هنا يستحق الشكر والتقدير.
وحاجه جميله، ونتمنى ان شاء الله رب العالمين انها تكون انتخابات جميله وتكون مصر ان شاء الله كلها تسعد بيها، تسعد بنتائجها ان شاء الله رب العالمين. بشكر سيادتك يا فندم ومتابعين مع حضرتك، ولو في اي معوقات برضو احنا اول باول ان شاء الله نزللها على طول. شكرا جزيلا ان شاء الله يا احمد. شاكر فضلك. مع المستشار وليد بيه عربين رئيس قسم اللجنه، رئيس اللجنه العامه في قسم راس البر دمياط. السلام عليكم. معانا مشار. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. عدد اللجان الفرعيه عن سيادتك؟ ثلاث لجان فرعيه، في لجنه فيهم لجنه وافدين، ده طبعا عشان خاطر مديريه راس البر منطقه سياحيه، صح، مما سهل عمليه ادلاء الناخبين الوافدين باصواتهم. تمام. وانتقلت سعادتك بالامس واليوم للمرور على اللجان الفرعيه. تمام. وتبين ضد تصير العمليه الانتخابيه بهم وفتح جميع اللجان الفرعيه موعدها صباحا وبعد الراحه، ولم نتلقى اي شكاوي حتى الان، وهناك اقبال كثير من الساده الناخبين. طيب شكرا جزيلا لسيادتك ومتابعين مع حضرتك حتى نهايه اليوم ان شاء الله. شكرا جزيلا لسيادتك. ان شاء الله يا فندم. مع المستشار محمد بيه عمره رئيس لجنه متابعه محافظه دمياط، افدنا بقى سيادتك عن عدد اللجان العامه. معالي الوزير. ازيك يا فندم؟ احنا سعادتك عندنا 10 لجان عامه في المحافظه. تمام. بيتبعهم 176 لجنه فرعيه، من ضمن اللجان الفرعيه دي خمس لجان الوافدين. سعادتك في كثافه في الحضور من منذ امس، وفي اقبال جماهير كبير ملاحظ في عندنا سعادتك في المحافظه. الامور بتسير بهدوء، ما فيش اي مشاكل الحمد لله، والساده رؤساء اللجان العامه بيلفوا بنفسهم، وانا بتابع معاهم اولا باول، والامور كلها تمام ان شاء الله، وان شاء الله الامور تبقى كويسه ان شاء الله. ان شاء الله يا باشا، احنا متابعين مع حضرتك وبالتوفيق مع سيادتك ان شاء الله. الله يخليك يا معلم. الله يخلي سعادتك. الله يخليك. استاذ هبي خلف الله رئيس لجنه متابعه محافظه اسوان. فندم. ازيك فندم؟ حضرتك احنا عندنا فندم 8 لجان عامه. اي فندم. فندم اتفضل يا فندم. 8 لجان عامه، 8 لجان عامه بيحتووا على 254 لجنه فرعيه، بيشتغلوا تحت اشراف 323 من مختلف الهيئات القضائيه، ومعانا سعادتك 1170 موظف. طبعا سعادتك اقبال غير عادي في محافظه اسوان، وسعادتك احنا بنشكر الهيئه لانها السنه دي انشات لنا ثلاث لجان وافدين زياده، منهم لجنه في توشكا، علشان يبقى المواطن ما بيطلعش من قريته، او العامل في توشكا عمال الزراعه وعمال التصنيع هناك بيبقى الصندوق قدامه نفس المكان اللي هو فيه، نفس الكلام ده عملته الهيئه في ابو سمبل، عملت برضه لجنه وافدين، وفندم برضه الهيئه عملت لنا لجنه في حته فندم اسمها نصر النوبه، نصر النوبه دي كان فيها وافدين في وادي خريط وفي النقره، ودول صعب انهم ينتقلوا الى المدينه، فاللجنه عملت لهم لجنه خاصه بيهم في وادي النقره وفي وادي خريط. فندم برضه في جزر، كانت الجزر دي منضمه الى مركز اسوان او الى مركز ضراو، اللجنه العامه والحمد لله هذه السنه عملت لجان داخل الجزر، بحيث ان المواطن ما ينتقلش بره الجزيره بتاعته. دي جزيره هيصه 1135 صوت. وسعادتك اللي احنا الحاجه الوحيده يمكن كنا بنعاني منها الازدحام فقط، وده عن طريق التنسيق ما بين الامن ما بيننا، الحمد لله طوابير موجودة وبتخشوا بسهولة ويسروا بكم من العمليات. بشكر حضرتك جدا للإطلاع الرأي العام عن التيسيرات بشأن الوافدين والغاية من وراها، وبشكر حضرتك للمتابعة، وشكر جزيل لحضرتك ومتابع مع حضرتك لغاية الآخر إن شاء الله. معالي المستشار إسماعيل بيزاناتي رئيس لجنة المتابعة في محافظة قنا. السلام عليكم معالي المستشار. إزيك يا فندم؟ اخبار معليك يا فندم. بالنسبه لعدد اللجان العامه عند حضرتك، هم 10 لجان عامه. انا عندي 10 لجان عامه سعادتك في محافظه هنا سعادتك. تمام. يتبع 341 لجنه فرعيه. تمام فندم. اللي من صباح امس انتظمت في هنا يعني سعادتك من الساعه 9 صباحا. تمام فندم. واستمرت في عملها لحد الساعه 9 بالليل طبقا للقواعد المنظمه الانتخابيه. سعادتك لجنة المتابعة لم تتلقى أي شكاوى، تحدث في بعض اللجان طبعا دي ظاهرة على مستوى الجمهورية بصفة عامة إن في زحام شديد يعني. الحمد لله. وسعادتك بالمعونة الأمن يعني والقضاء اللجان الفرعية تنسيق الأمر. كل بالعملية إلى بر الأمان إن شاء الله. إن شاء الله. بشكر سيادتك فندم وبشكر حضراتكم جميعا على المتابعة. احنا على مدار اليوم امس وصباح اليوم حصل في كثافات فعلا عاليه جدا
فاقت التوقعات بالنسبة لليوم الأول، ومع بداية اليوم الثاني كان برضو هذه الكثافات عالية. في بعض بطاقات الاقتراع في مقرات نفذت، ابتدينا ندعم من مقرات تانية، ابتدينا نجيب صناديق أخرى. الكثافة الملحوظة غيرت الاستراتيجية بتاعت العمل بتاعت الهيئة في توزيع أوراق الاقتراع من أماكن إلى أماكن حسب الكثافات وحسب التواجد المواطنين. الأمر ده من بداية أمس وبداية صباح اليوم ما يقرب أو يزيد عن 45% من عدد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين من إجمالي الحضور. ده فوق ما كانش من المتوقع ولا كان من المستهدف. احنا كنا نسب المشاركة ويسرنا الأمور على كافة المواطنين من إنشاء لجان وافدين وزيادة طرق التواصل. ومن الحاجات اللي عملناها كمان ان احنا مع شركات المحمول بعتنا رسائل لما يزيد عن 50 مليون مواطن ليحسوا على المشاركة ومباشرة حقوق سياسية. طبعا انا بوجه الشكر لكافة جموع الناخبين من الهيئة الوطنية للانتخابات ومجلس الإدارة مجتمع بصفة دائمة وبيتابع عن كثب كل الإجراءات وبيحاول ان يصدر قرارات تيسيرا للمواطنين لازدياد نسبة المشاركة خلال الثلاث أيام. احنا تلقينا عدة شكاوى في غرفة العمليات لازم برضو نطلع رأي العام عليها. كان عندنا لجنة 20 في إصلاح ستاموني الابتدائية في الدقهلية، إن اللجنة غيرت مقر الاقتراع إلى الطابق الأعلى، وده بيخلي كبار السن ما بيعرفش يطلع على الفوق وذوي الإعاقة. وبالفعل تواصلنا مع السيد رئيس اللجنة واستجاب على الفور ونقلنا المقر مرة أخرى إلى الطابق الأرضي تيسيرا على المواطنين، ولأن فيها دي لجنة كبار السن. مرسى علم تعرضت لأمطار غزيرة إنما ما أثرتش في عمل اللجان. في انقطاع تيار كهربائي، تم التنسيق مع السيد رئيس لجنة المتابعة والسيد محافظ الإقليم بأن هو يوفر مولد. برضو في لجنة 17 في بركة السبع تلقينا شكوى بأن السيد رئيس اللجنة بيمكنش المواطن اللي معاه بطاقة منتهية من الإدلاء بصوته. وبالفعل فحصنا الشكوى وثبت صحتها، وتم إفهام السيد رئيس اللجنة بأن هو يحق لأي مواطن معه بطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية الإدلاء بصوته ومباشرة حقوق سياسية. على مدار الساعات السابقة ملحوظ جدا الكثافات اللي هي غير متوقعة بالنسبة لنا، والنسب اللي احنا بنقولها دي نسب من منطلق اليوم امس وصباح اليوم، ومتابعين ان شاء الله لغاية نهاية العملية الانتخابية اليوم وباكر. وبطمن حضراتكم ان الامور حسب ما حضراتكم شايفين ان الامور ماشية بسهولة ويسر. حتى في الكثافات الحمد لله في كل الاجراءات بتيسر لكافة المواطنين لتمكينهم من مباشرة حقوق سياسية. انا بشكر حضراتكم ومتابع مع حضراتكم كده ان شاء الله حتى نهاية اليوم وافتتاح اليوم القادم ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم يا فندم. شكرا فندم. بشكر.